موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سنتطرق إلى أهم العرقيات والإثنيات التي يتركب منها المجتمع الجزائري، آمنين ألا ننسى أحدا. فقد أصبح من الشائع علميا اليوم أن أصل البشر يعود للقرن الإفريقي، الصومال وإثيوبيا، ومن هناك هاجرت القبائل والشعوب وعمرت باقي أصقاع المعمورة. وفيما يخص أوائل الهجرات البشرية لشمال إفريقيا، فما زالت الأبحاث والفرضيات مستمرة حول إنسان ما قبل التاريخ الذي استوطن شمال إفريقيا، إلا أن الأكيد منه أن أمازيغ الجزائر هم أهم التجمعات السكانية الحديثة التي استقرت في الجزائر، تعود إلى قبائل البربر الأمازيغ، وهم أبناء بر بن مازيغ بن كنعان على أغلب ما اتفق عليه المؤرخون، ومنهم قبائل مصمودة ولواتة وكتامة وهوارة وصنهاجة وزناتة، وما زالت روافد ألسنتهم وثقافتهم منتشرة في عدة مناطق من الجزائر: القبائلية، المزابية، الترقية، الشاوية، الشلحية، الشنوة. كما أسست الكثير من سلالاتهم إمارات ودول، سواء قبل انتشار الإسلام أو فيما بعد، كإمارة موريتانيا وسط وغرب الجزائر، وإمارة نوميديا التي كانت تضم أراضي من شرق الجزائر إلى الإمارات الإسلامية كالزيانية والحمادية. يقول المؤرخان العالميان ترانس وريشارد في كتابهما جيوش حروب القرطاجيين عن النوميديين: هي قبائل بدوية من الجزائر المعاصرة سميت أراضيهم وكذلك قبائلهم من طرف الرومان بنوميديا، التي تعني أرض البدو الرحل النوماد. ومن رجال البربر الأمازيغي قبل الإسلام نذكر القديس دونا صاحب المذهب الدوناتي، وهو مذهب مسيحي اندثر، كان مبني على التوحيد عكس مذهب التثليث كاثوليك المنتشر حاليا لدى المسيحيين. ومنهم رجال عظام خدموا الإسلام والمسلمين كالأمير يوسف بن تاشفين الذي نصر مسلم الأندلس في معركة الزلاقة، وعلماء كابن الأجرومي واضع كتاب الأجرومية في النحو العربي. وهذه خريطة لأطول دراسة علمية وتاريخية قام بها علماء اجتماع وتاريخ فرنسيون لدراسة توزيع تجمعات الأمازيغ في الجزائر الحالية. يهود الجزائر: كانت هناك تجمعات إسرائيلية عبرانية قديمة جدا هاجرت واستقرت في الجزائر، يجهل تاريخ دخولها بالتحديد لشمال إفريقيا، إلا أن تواجدها يسبق تواجد الرومان في الجزائر. أغلب المؤرخون يتفقون أن أوائل يهود الجزائر جاءوا إليها مع الفينيقيين، قدمت جموعهم من المشرق واستقرت بالجزائر، ومنهم من أسس إمارات دول يهودية محلية في أراضي الجزائر. نادرا ما يتم ذكرها في الكتب الرسمية، إلا أنه كانت لليهود إمارات ودويلات يهودية، خصوصا تلك التي أسسوها في إقليم الجيتول توات وميزاب أندرار وغرداية، وإمارة في جبل الأوراس لقبيلة جراوة اليهودية. الفينيقيون في الجزائر: ثم في القرن التاسع قبل الميلاد دخل الجزائر الفينيقيون، وهم قوم ساميون هاجروا من سواحل الشام فلسطين ولبنان، وأسسوا مملكة قرطاج في شمال إفريقيا التي دامت طيلة 7 قرون، من سنة 814 قبل الميلاد إلى سنة 146 قبل الميلاد، وهي أول إمبراطورية في شمال إفريقيا، والتي كانت تشمل أراضيها كل من أراضي غرب ليبيا إقليم طرابلس وكل من تونس الحالية والكثير من أراضي الشرق وشواطئ الجزائر وصولا لشواطئ إسبانيا، حيث أسسوا في الجزائر العديد من المدن ما زالت موجودة لحد اليوم، أشهرها مدينة قرطة، قسنطينة، هيبوريجوس، عنابة، روسيكادا، سكيكتا، تيبازا، الممر بالفينيقية، إيجيجلي، جيجل، آيول، شرشال، أكوزيم، العاصمة، سلداي، بجاية، رشقون، شمالة الإمسان. الرومان في الجزائر: غزت الجزائر جموع وجيوش الرومان وأسسوا العديد من المدن التي ما زالت موجودة إلى حد اليوم: تيمغاد في باتنا، كاراكالا، مدينة جميلة، طيفيس، الاسم الروماني لمدينة طيف،
بو ماريا، تلمسان الحلية، كالما أي قالما، كارتينا مستغانم الحلية، كاستيلوم، تنجيتانوم مدينة شلف حاليا، مينا مدينة غليزان حاليا، وبقوا بها عدة قرون من أشهر شخصيات الروماني في الجزائر والقديس أوغسطين الروماني البوني النابي مجدد المسيحية. الويندال إلى أن زحفت في القرن الخامس الميلادي بعض قبائل الويندال في 100,000 شخص إلى شواطئ الجزائر، واستولوا على مدنها تباعا انطلاقا من طنجة بالمغرب في مدينة سيزارية أي شيشيل، فسطيف، فسالداي الاسم الفينيقي لبجاية، فقيرتا، وبعد ذلك سيرتا قسنطينة، فكالما قالما هيبوريجوس النابة إلى آخره. وهم قبائل من أصول جرمانية أصلها من شرق أوروبا، قدمت عبر البحر المتوسط انطلاقا من الشواطئ الإسبانية، وأسسوا مملكتهم في شمال إفريقيا من طنجة إلى طرابلس شرقا، ومن قسنطينة إلى جزيرة كورسيكا. البيزنطيون في الجزائر. ثم أصبحت الجزائر بيزنطية بعدما سيطرت عليها الإمبراطورية البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية بتركيا حاليا، وشيدت فيها الكثير من المعالم والمدن، وبقت كذلك لعدة قرون. العرب في الجزائر. حتى أتت الجيوش العربية الإسلامية ففتحتها وسكنت بها العديد من الفروع العربية، عرب الفتح، وكان هؤلاء يفضلون الاستقرار في الحواضر أي المدن، واندمجوا مع سكانها وأسسوا الكثير من الحاميات، ونبغ منهم الكثير من العلماء والأسماء كعائلة التميمي البوني، عائلة عربية عريقة من قبيلة بني تميم العربية استقرت في مدينة عنابة ونبغ منها علماء أجلاء، أو عائلة سيدي بومدين الغوث من قبيلة الأنصار العربية التي شاركت في فتح الجزائر، هو نفسه الذي يوجد قبره في مدخل مدينة تلمسان وتسمت عليه مدينة سيدي بومدين، أو مدينة سيدي عقبة شرق الجزائر التي تسمت على فاتح الجزائر عقبة بن نافع الفهري من قبيلة فهر العربية. وخلال العصور الأولى للفتح خصوصا بعد فتح الأندلس مرت بالجزائر العديد من البطون العربية بفروعها اليمانية والشامية متوجهة نحو الأندلس، كما دخلت الجزائر تحت نفوذ وسلطة دولة الأغالبة، وهم سلالة عربية من قبيلة بني تميم أسسوا دولة عظيمة حكمت الأراضي التونسية والجزائرية وجنوب إيطاليا، كما استقر فيها الكثير من الأشراف الشرف المرابط الفارين من بطش الحكومات في المشرق كالسليمانيون والأدارس العلويون الذين أسسوا فيها بعض المدن والممالك، سوق حمزة مدينة البويرة اليوم التي كانت تسمى باسم مؤسسها سيدي حمزة بن الحسن بن سليمان بن سليمان بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مدينة الشريف سيدي أبو فاريك، مدينة أبو فاريك الحالية بالبليدة، مدينة عين الحوت بتلمسان كانت عاصمة لدولة الأشراف السليمانيون أسسها جد السليمانيون محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي ابن أبي طالب، كما لا ننسى نزوح وهجرة الكثير من زعماء الخوارج والشيعة والإباضية والأصافرة وأتباعهم بمختلف مذاهبهم من المشرق فارين إلى الجزائر والمغرب التي استقروا في دول المغرب ونشروا فيها مذاهبهم. وفي القرن الخامس الهجري شهدت الجزائر تحولا عظيما في تركيبتها السكانية، حيث دخلت الجزائر القبائل القيسية العدنانية وهم من ذرية عدنان من نسل سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهي التي كانت لها الفضل الكبير في تعريب الجزائر وشمال إفريقيا تعريبا كليا، ومن أهمهم قبائل بنو هلال وهم من أصول حجازية والتي كانت تحتوي على عدة فروع، أشهرها قبائل الإثبج وقبائل رياح وقبائل زغبة وقبائل قرة والعمور إلى آخره، وانتشرت قبائلهم في عموم أرض الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وما زالت الكثير من القبائل الجزائرية تحمل أسماءهم لحد يومنا هذا، أشهرهم أولاد ماضي أكبر قبيلة في الحضنة التي ينتمي إليها الرئيس الراحل وأحد مفجري الثورة المرحوم محمد بوذياف، وقبيلة أولاد عدي التي ينتمي لها الرئيس الراحل الجزائري هواري بومدين الذي ولد في دوار بني عدي غرب مدينة قالمة وهو اليوم يسمى بلدية هواري بومدين، وهم فرع لقبيلة بني عدي الذين نزلوا المسيلة في عهد الدولة الحمادية. قال ابن خلدون وزحف المنتصر بن خزرون مع بني عدي من قبائل هلال مجلبا على أعمال بني حماد حتى نزل المسيلة ونزل أشير، وأكبر تواجد لهذه القبيلة اليوم في بلدية تحمل اسمهم أولاد عدي القبالة إحدى أكبر بلديات ولاية المسيلة. هذا كما أسست بعض قبائلهم إمارات ودويلات محلية كإمارة قبيلة زواودة إحدى قبائل الرياح التي دامت 300 سنة حتى قدوم الأتراك، وإمارة بني مزني
الهلالية التي كانت عاصمتها مدينة بسكرة، وإمارة قبيلة المحال الهلالية التي كانت عاصمتها مدينة نس، وهي إحدى قبائل السويد الهلالية، فليتة، مجاهر، عكرمة، المحال، شبانة، الحساسنة، المنتشرة اليوم في ولاية شلف ومستغانم وغليزان إلى آخره. ومن قبائل بنو هلال ينحدر العلامة تقي الدين الهلالي، أول من ترجم القرآن للغة الإنجليزية. ولم تكن هذه القبائل الوحيدة التي هاجرت الجزائر، بل رافقتهم عدة قبائل من مختلف الأصول العربية، كقبيلة بنو سليم، أشهرهم اليوم قبائل الشعامبة في غردايا ورجلة والجنوب الجزائري، وقبيلة الأعشاش، خنشلة وباتنة، قبيلة العلاونة، حلف النمامشة، جنوب تبسة، وقبيلة النهودة، وقبيلة مرداس السلمية في الطارف وعنابة وفروع الكعوب. وكما ضمت هذه الهجرة البشرية قبائل بنو معقل، وهم من أصل يمني من قبائل المذحج اليمنية، أشهرهم الثعالبة في سهل متيجة، حيث أسسوا دولة الثعالبة التي كانت عاصمتها مدينة الجزائر، والتي كان نفوذها يمتد على كل سهل متيجة، وإليهم ينتسب سيدي عبد الرحمن الثعالبي، اشتهرت باسمه مدينة الجزائر العاصمة، مدينة سيدي عبد الرحمن. وقبيلة غوصل التي مركزها اليوم مدينة الرمشي شمال تلمسان، وقبيلة أنجاد التل مركزها مدينة مغنية غرب تلمسان، وقبيلة أنجاد الصحراء جنوب تلمسان، وقبيلة الأحرار في تيارت والبيض، وقبائل البرابيش من بني حسام في تمرست وأدرار، والرقيبات في تندوف وأدرار، وغيرها من قبائل المعقل المنتشرة في الوسط والغرب والجنوب الجزائري لحد هذا اليوم. ورفقتهم قبائل عربية اليمنية موجودة اليوم في ولاية البويرة وعين الدفلة وجشم، العامرية انتقلوا للمغرب، وفزارة تسمى عليهم بحيرة جنوب عنابة، وقبيلة عدوان وطرود، هاتين القبيلتين هم اليوم يشكلون سكان وادي سوف، وقبيلة سفيان مركزها مدينة سفيان في باتنة اليوم في شرق الجزائر، والخلوط انتقل هؤلاء للمغرب الأقصى، وقبيلة بني عدي موجودين اليوم في ولايتي قالمة والمسيلة وغيرهم. ولم نذكر إلا القبائل العربية التي ذكرت في كتب المؤرخين والتي ما زالت فروعها موجودة في الجزائر، فتعربت الجزائر ببواديها بعدما تعربت حواضرها إبان الفتح بفعل انتشار تلك القبائل وفروعها في عموم أرض الجزائر. الموريكسيون الأندلسيون في الجزائر. ثم عادت فيول الأندلسيين الهاربين من البطش الذي سلط عليهم من قبل القشتاليين، وهؤلاء كانوا عبارة عن خليط من سكان الأندلس من العرب والبربر والأمازيغ، ومنهم حتى القوط المولودين والصقالبة، وكذلك الكثير من اليهود. وزاحموا سكان مدن الجزائر تلمسان، جيجل، وهران، مستغانم العاصمة، بجاية عنابة وقسنطينة، وذلك بعد سقوط الأندلس في أيدي الصليبيين. ومنهم من أسس مدن جديدة كالقليعة والبليدة التي تعتبران أشهر المدن التي أسسها وسكنها هؤلاء المسلمون الأندلسيون. كما منحت لهم من قبل حكام الجزائر إقطاعات خاصة بهم كمدينة دلس بمومرداس التي كانت من أشهر المدن التي استقر فيها الأتراك العثمانيون. وتداول الزمن ليغزوها ويفتحها العثمانيون منقذين إياها من هجمات وحملات الصليبيين والاستعمار الإسباني لمدن شمالها. وهؤلاء بنو عثمان الأتراك استخدموا الكثير من العائلات الأوروبية المشرقية من جميع القوميات المشرقية التي خضعت لحكمهم وخدمت دولتهم، فاستخدموا الجزائر الكثير منهم، الأتراك والألبان والشراكسة والعديد من العبيد والأسرى الأوروبيين إلى آخره. أحفادهم اليوم يلقبون بالكراغلة، كرغولي، أي الخادم الوفي للسلطان، وأغلبهم اندمجوا في طبقة الحضر، أي أنهم سكان المدن ويشكلون نسيجا هاما فيها، كتلمسان، المدية، تبسة، العاصمة، قسنطينة، البرج، مازونة، مليانة، عنابة، وهرن، واد الزيتون بمبرداس الذي كان يعرف بوادي الكراغلة وغيرها من المناطق. كانت للفترة العثمانية أثار كبيرة في التطورات الديمغرافية المجتمع الجزائري، ظاهرة لحد اليوم في أسماء العوائل الجزائرية خصوصا داخل المدن الكبرى. فمثلا لقب زميرلي الجزائري المشهور في العاصمة يعود لعائلة تركية الأصل، جاء من مدينة إزمير، وكذلك عائلة اسطنبولي المشهورة في تلمسان من اسطنبول في تركيا، بورصالي عائلة معروفة في تلمسان من مدينة بورصة بتركيا، روميلي روميليا في تركيا، المنصالي نسبة إلى مدينة منصة قرب إزمير في تركيا، باستانجي أي باستانجي، دامرجي، داواجي، قهوجي، ميصالي. لكن لم تكن تلك العائلات من أصول تركية، بل ساهم الأتراك في نقل الكثير من القوميات المشرقية للجزائر، فنجد اليوم عائلات أخرى لا تزال لحد اليوم تحمل أسماء أجدادها القديمة، مثل عائلة كورتلي أو بن كريتلي، جاء أجدادهم في الحقبة العثمانية من جزيرة كريت، رودوس من جزيرة رودوس، مالتي من جزيرة مالطا، سقلي من جزيرة سقلية الإيطالية، بوشناق أو البوشناقي عائلة كرغلية في تلمسان أصلهم البوسني أي من البوسنة والهرسك، قرسو أو القرسو الكرسي من جزيرة كورسيكا الفرنسية، الغرناؤوط أو الأرناؤوط من ألبانيا، وغيرها من الأسماء
التي تعكس الأصول العرقية الجغرافية المهنية لأجدادهم الذين قدموا مع الأتراك واستقروا وما زالوا موجودين بكثرة في مدن الجزائر لحد اليوم. الفرنسيون والأوروبيون في الجزائر. في القرن التاسع عشر 1830 دخلت فرنسا الجزائر وسكنت البلاد العديد من الأسر الأوروبية، حيث كانت السلطات الفرنسية تشجع الهجرة الأوروبية لمستوطنتها الجديدة. فلم يقتصر الأمر على الفرنسيين، بل استخدم الاستعمار الفرنسي الكثير من المعمرين الأوروبيين، فاق عددهم المليونين في وقت من الأوقات، وقدمت لهم تسهيلات كثيرة في امتلاك الأراضي، فانتشروا في عموم الجزائر واستقر جمهورهم في المدن. فمثلا كانت مدينة وهران مدينة أوروبية بامتياز خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كان المعمرون الأوروبيون يشكلون أغلبية سكانها، لدرجة أن هؤلاء المعمرون كانوا ينتفضون ضد الفرنسيين وتحزبون لقومياتهم. فكان الإسبان يشكلون الأغلبية في مدينة وهران، يليهم الفرنسيون ثم باقي سكانها من المسلمين. وراء فكرة الجزائر الجزائرية، فكانوا أول من أشاع هذه الفكرة السياسية لتحطيم السلطة العسكرية الفرنسية داخل الأراضي الجزائرية لاستلام الحكم بدلا عن جنرالات فرنسا. وهكذا نشأت فكرة الجزائر الجزائرية لأول مرة في أوساط المعمرين الأوروبيين كفكرة سياسية لإخراج الجيش الفرنسي من دائرة الجزائر واستبداله بالاستعمار المدني غير مكلف، كما حدث في دول أمريكا اللاتينية. الأفارقة في الجزائر. كما لا ننسى أن هناك مجموعات إفريقية متعددة، ما كان يطلق عليهم قديما المجموعات الزنجية، وهم من شعوب ما يعرف اليوم بالساحل الإفريقي، استقرت بجنوب الجزائر، ومنهم من هاجر نحو الشمال واندمج مع التجمعات البشرية الأخرى منذ عهد قديم، ومنهم من استخدمتهم السلطات الحاكمة المتعاقبة على الجزائر كالفينيقيين والرومان والعرب والأتراك والفرنسيين. خصوصا الأتراك الذين اشتهرت في عهدهم تجارة الرقيق، سواء الرقيق الأبيض الأوروبي أو الرقيق الأسود، فاستخدموا مجموعات كثيرة كمخزن جنود أو خدم أو موالي لهم أو عبيد بمعنى الكلمة. ويكفي التذكير أن أشهر جيش للدولة العثمانية كان جيشا من العبيد الأوروبيين في البداية، ثم من الأفارقة بما فيهم الجزائريين الجيش الإنكشاري. وهكذا التاريخ دول، سنة التدافع ماضية في الناس إلى يوم الدين هذا. لسنا الأوائل ولن نكون الأواخر، وتلك سنة الله في خلقه وأرضه يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ولكن تبقى لنا الجزائر وطنا وأما للجميع، لا فرق فيها بين أبيض وأسود ولا عربي أو أمازيغي أو وندالي أو فنيقي إلا بالتقوى. الجزائر مزيج من العرقيات، فيها العبرانيين والأمازيغ الكنعانيين الفينيقيين والرومان والجرمان الوندال والبيزنطيين والعرب القحطانيين والقيسيين والعثمانيين الكراغلة الترك ومن قدم معهم من ألبان وشراكس وغيرهم، وبقايا الإفرنج والأسر الأوروبيين الذين استخدمتهم السفن العثمانية في غزواتها. وهذا ما تؤكده آخر الأبحاث الجينية، فعلميا جينيا الأساتذة الباحثون في مشروع جينات الجزائر ألجيريا دي ان اي يؤكدون وجود 11 سلالة جينية عالمية في جينات الجزائريين، ما يثبت بالعلم المعاصر كلام المؤرخين في مقال وخرافة أحادية أو ثنائية العرق للجزائريين. ليصدق قول إمامنا عبد الحميد بن باديس رحمه الله: تكاد لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد، وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد. فليس الذي يكون الأمة ويربط أجزاءها ويوحد شعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة، وإنما الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد. ولو وضعت أخوين شقيقين يتكلم كل واحد منهما بلسان وشهدت ما بينهما من اختلاف نظر وتباعد تفكير، ثم وضعت شاميا وجزائريا مثلا ينطقان باللسان العربي ورأيت ما بينهما من اتحاد وتقارب في ذلك كله، لو فعلت هذا لأدركت بالمشاهدة الفرق العظيم بين الدم واللغة في توحيد الأمم. وإذا نظرت إلى كثير من الأمم الأوروبية اليوم وفي مقدمتها فرنسا، فإنك تجدها خليطا من دماء كثيرة، ولم يمنح ذلك من أن تكون أمة واحدة لاتحادها فيما تتكون به الأمم. وقال أيضا: إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرنا، ثم ذأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء، وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في السراء والضراء، حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا، أمه الجزائر وأبوه الإسلام. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ
وآيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله، وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم. فأي قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم؟ لولا الظنون الكواذب والأمان الخوادع، يا عجبا، لم يفترقوا هم الأقوياء فكيف يفترقون وغيرهم القوي؟ كلا والله، بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم. ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، والإسلام له حارس والله عليه وكيل. نعم، إننا نتحد لننفع أنفسنا وننفع إذا استطعنا غيرنا، ومعاذ الله والإسلام أن نتحد على أحد أو نتفق على باطل أو نتعامل على إثم أو عدوان. ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان، وتبقى الحكمة القائلة: علينا أن نتعلم أن نعيش مع بعض كإخوة أو نندثر سويا كأغبياء. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك.